تكفير من عندك أنت، هذا جيد. تكفير من عندك أو لذلك أنا أسألك، يلا تفضل تكلم. هذا تفسير من عندك أنت. هو يلا تفضل فسر. النبي ما خلى زوجاته زي مثل ما تقول أنت. عمر يقول أنا ما علي. عمر يقول كيف تسأل؟ عمر يقول كيف تسأل إنه عمر يقول ماذا استفادت الأمة؟ عمر يقول سؤال بالله اللي أصلاً مش مفهوم اللي أنت اخترعته. اهدأ اهدأ بس اهدأ اهدأ مو مشكلة اهدأ اهدأ ممكن أنا أهدى اهدأ بس أنا هادي يعني بس اهدأ 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 أخذ أنت ضحكتك هاي اللي مو مشكلة فكر حالك إنه أنت ممكن تقدم مو مشكلة اهدأ يلا اهدأ ما عليك بضحكتي اهدأ اهدأ أخذ نفس عميق اهدأ 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 يا أهلا بيك يا أهلا ما طلعت اسمي من عندك بس خلينا أهدى يا أهلا وسهلا يا أهلا ومرحبا يا أهلا وسهلا. احنا عندنا رواية في صحيح البخاري عن عمر عمر اي رضي الله عنه لعنة الله عليه اخي كريم بدون ترى عليك انت طبعا طيب مو مشكلة تمام وبدون لعنة بنفس الوقت بدون لعنة احسنت بدون ترضي بدون لعن هذا كلام عدل جيد تمام. فالرواية عن عمر يقول لنبيك يا رسول الله يدخل على نسائك البر والفاجر فلو حجبتهن احجبهن فأنزل الله آيات الحجاب. ليش نبيك كان يشوف البر والفاجر وما يحجبهم عن نسائه؟ وليش انت افتكرت بأنه كان يدخل البر والفاجر إلى سيدتنا عائشة أم المؤمنين وأنهم كانوا يفعلوا الفاحشة معها؟ لا ما يفعلون الفاحشة، أما ليش كانوا يدشون يعملون بسائر الاستمتاعات؟ الحمد لله على نعمة الإسلام والتوحيد. الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد والسنة. الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة والتوحيد. الحمد لله على نعمة الإسلام. شكرا لك أخي الكريم. بارك الله بك. شكرا لك. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله. الحمد لله على الحمد لله. الحمد لله. شكرا لك. بارك الله بك. الله يبارك. خطية ميتين والله هم أحياء يمشون بس ميتين ما يدرون أصلا شنو الموضوع يدرون ما يدرون شو وضعيتهم تعبانة والله العظيم. ولذلك عائشة ركضت بيهم بمعركة الجمل. بقر خما بقر غنم خما غنم توقفون أمام ذو الفقار ميانين ميانين أنتم قصبكم قصب. ولذلك جرتكم ضحكت عليكم ما أدري شنو طلعت لكم شوفتكم رحتوا تركضون وراها شنو شوفتكم شنو شوفتكم ايش طلعت من جسمها ميانين تروحون تقاتلون ذو الفقار تقاتلونه علي